سيدنا الحسين فاطمة الزهرة كان آية من القرآن واللي أتلاها حضرة الحضرة سيدنا النبي بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليزاد عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الآية دي كانت مهر سيدنا الإمام علي لستنا فاطمة الزهرة واللي ألقى الآية لسيدنا الإمام علي كان سر الحضر حضرة النبي الحضرة فيها مناظرة ستي أم العواجز مرة فيما مر الحضرة بتمري على المباني بتمري على المجازيب بتمري على العياية وتعطي الكل واحد نظرة في اللي لابس له شوال وفي اللي معلق صفرة وفي اللي ماسك صفارة وشغل أشرقي وفي اللي تايه ومش عارف بكرة يم العواجز يا سقية يا روية الكل من كاس خمرة اللي شرب منك يا ماما عاش بحد الساقة عزرائيل وولاد ابويا عزرائيل الناس اللي منورين عليك بالسيف ابويا سيد يا شغلة ومساعدتك المجازيف كده يا غاب كده قول ولاد الاحباب يا سيد يا شغلة ومساعدتك المجازيف يا شغلهم ومفرجاهم كل يوم في طريق
وخلوا بال يا ماما ولا انا شفان مريك عيان ومجروح وجرح لسه جديد. لا تدخلين العيادة يا ماما يا ساكنين وحيد. صل على النبي صل. لا تدخلين العيادة يا ماما يا ساكنين بعيد. قال الدواك عندنا يا ابني لكن صار في القوانين. على كده يا ابو حماد حياة حضرة النبي الليلة فيها حضرة النبي. عودة يا صاحبي الليلة عودة ولاد ابويا عزرائيل. الوصل له ناس اخذوه من طريق لطريق. طب السر في الشرع ولا السر في التحقيق؟ والسر في السنة ولا في القرآن؟ طب ان كلك بيان يا ولا هاتلي دليل في طريق. ده ستك السيدة زينب بتفك لكل الضيق. يا واختن كل بكل في كل لكل يا زينب يا ست زينب يا واختاني كلي 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 وعملالي تحقيق التحقيق. ناس شباب عزك يا ماما لما تعرفيني على باب الطريق قالت صلي على جدي. ده هو باب الطريق وتحقيق. إذا كنت عايز معاني إذا كنت عايز معاني يبقى لك في رن المسالي تطبيق. أصل الحكاية مدد وحب وإخلاص وإحساس. عمره ما كان لعبة الطريق. طريق النبي محكمة يا ولا اسعى في المسعى علشان يكون لك بالنبي تمشي ومسهر ما تنامشي ياللي ما تسهرش.